الريف الشمالي لحلب، الجبهة الأكثر تعقيداً بين أرياف حلب الأربعة. هنا تجتمع مختلف التنظيمات المسلحة من داعش وجبهة النصرة وغيرها مقابل الجيش السوري. عصب الاقتصاد السوري كان قائماً هنا. المدينة الصناعية لحلب، أكثر من 3000 معمل ومصنع ومنشأة سرقت محتوياتها ودمرت من قبل الجماعات المسلحة قبل أن يتمكن الجيش السوري من تحريرها. بعد المدينة الصناعية تنتهي الطريق المعبدة لتبدأ الطرق الترابية الملتوية التي تخترق مناطق سيطرة المسلحين. هنا تبدأ أثار المعارك بالظهور. الأليات العسكرية تقل جنودا إلى نقاط التماس وتنبئ بالاقتراب من خطوط النار. كلما اقتربنا كلما صعبت الحركة. نتنقل عبر الجدران والمباني المدمرة وصولا إلى نقطة تماس الجيش السوري مع داعش من جهة وباقي التنظيمات المسلحة ومنها جبهة النصرة من جهة أخرى. نتيجة الضربات المؤلمة التي تلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة في الريف الشمالي لمدينة حلب، تراجعت هذه المجموعات باتجاه الخلف، مما أدى إلى التقاتل فيما بينها وتخوين بعضها البعض. يتم تركيز رميات المدفعية والطيران على مقرات القيادة وعلى فلول الإرهابيين وعلى أماكن تواجدهم في الريف الشمالي لمدينة حلب. هذا المبنى يعد نقطة تماس ثلاثي بين الجيش السوري من جهة وداعش من جهة ثانية وباقي التنظيمات المسلحة من جهة ثالثة. معمل الإسمنت هذا يقع تحت سيطرة النصرة، فيما مدرسة المشاة إلى الشرق تقع تحت سيطرة داعش. هذه المنطقة بأكملها تعتبر نقطة تماس بين النصرة وإلى جانبها باقي التنظيمات المسلحة وداعش من جهة، إضافة إلى الجيش السوري المتمركز في جنوب الريف الشمالي وصولا إلى وسطه. لا تقتصر معارك الريف الشمالي لحلب على جهة واحدة، فالجيش السوري يقف بوجه داعش وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي والجبهة الشامية أيضا. كل هذه الجهات التي تقتتل حتى فيما بينها في الريف الشمالي يسعى الجيش السوري لاستهدافها هنا. علي مرتضى، ريف حلب الشمالي، الميادين.